قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الطاعة والعبادة للخالق. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خلق السماوات بغير عمد ترونها. المعهود في عالم الإنسان أن كل شيء يسقط من الأعلى إلى الأسفل، وأنه إذا أراد أن يثبت الإنسان شيئا مرتفعا فلا بد أن يجعل له عمد، عمود يعني يسنده. ومن هنا ترون الأعمدة الإسمنتية وكذا وكذا. فقد يتصور الإنسان أن هناك شيء يمسك هذا النجم وهذا الفلك في هذا مكانه ويسير من مكان إلى مكان. كيف يسير؟ ما هو الذي يجعله في الأعلى ولا ينزل الأسفل، أو يعلو إلى الأعلى، أو يتجه يمينا أو يتجه يسار؟ من الذي يمسكه؟ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من قبله من بعده. وهنا يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات، السماوات وما فيها من نجوم وأفلاك وشموس وأقمار بغير عمد ترونها، أي لا يوجد أعمدة تشاهدونها، ولكن يوجد أشياء توقفها في مكانها بقدرة قادر سبحانه وتعالى، وهو ما يسمونه بالجاذبية، يسمونه هكذا، ولكن ما هي هذه الجاذبية؟ لماذا لا تنحاز هذه النجمة يمينا أو شمالا أو إلى أعلى أو إلى أسفل؟ من الذي يمسكها بهذه الدقة؟ من الذي يجعل الأرض تدور بدقة وباتزان وبسرعة معينة لا تحيد عنها، بحيث تأخذ الرزمانة الشمس تطلع في الساعة كذا والدقيقة كذا، اليوم بكرة تطلع في الساعة كذا والدقيقة كذا، وهكذا لبعد 50 سنة لا تختلف الأمور؟ من الذي جعلها بهذه الدقة؟ سيارة عندما يكون خط سير لباص من مكان إلى مكان يختلف السرعة، وربما تأخر 5 دقائق أو تقدم 5 دقائق. فهذا الكون الفسيح يسير بانتظام، وكل نجم وكل كوكب في مكانه يسير بغير عمد ترونها. إذن هناك أدلة يذكرها الله لنا في هذا القرآن. الأدلة كثيرة على أن الله هو الخالق والمتصرف، وليعطينا دليل على أننا ينبغي أن نطيع ربنا ونتحرر من التبعية لغيره. الدليل الأول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، رفعها بغير عمد، تراها العيون ولكنها في قوة توقفها بقدرة الله تبارك وتعالى في مواقع معينة، في مسارات معينة، في مجالات معينة، وكل في فلك يسبحون. من الذي ثبتها في هذا الفلك الذي تسبح فيه بدقة لا يصطدم نجم بنجم إلا بمشيئة الله يوم القيامة؟ الآية الثانية، أي الدليل الثاني الذي يدل على أن الله هو المتصرف وهو القادر وهو المتحكم في الكون، فينبغي أن تكون الطاعة له لا لغيره. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض جبالا ثوابت،
ألقى إلقاء. كلمة الإلقاء تدل على الثبات. جبالا راسيات تمنع الأرض من الاضطراب، يعني بتعبير الأدق توزن حركة الأرض كما يوزن الذي يدور في المحركات في قرص دوار كبير، هذا القرص يساعد على اتزان حركة المحرك، عندما يسرع لا يسرع وينطلق بقوة حتى لا يتكسر، وعندما يبطئ لا يبطئ بقوة ورأسه مفاجئ حتى لا يتكسر. فهو إذن أثناء الحركة يضبط الحركة، فالجبال تضبط دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، تمنعها من أن تتحرك أو أن تختل. قلت سابقا في حلقة سابقة إن الزلازل عندما هي تحرك في قشرة الأرض يتخرب فيها البيوت ويموت فيها أناس كثيرون، هي تحرك في قشرة الأرض، فكيف الأرض كلها إذا تحركت لا يبقى على وجهها إنسان ولا حيوان. فربنا سبحانه وتعالى ألقى في الأرض رواسي أن تميد الميدان الاضطراب أثناء السير، أن تميد بكم. والآية الثالثة أي الدليل الثالث، وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، نشر وفرق الله لكم في هذه الأرض من كل جنس ومن كل صنف من أنواع الدواب التي تدب على الأرض وتتحرك، تتحرك بحكمة بالغة وبتوازن عجيب. فالله تبارك وتعالى خلق مثلا الفئران لها فائدة في الأرض، ولكنها إذا كثرت تسبب الضرر للإنسان، فخلق الأفاعي تبتلع الفئران. الأفاعي يوجد فيها مصلحة، والآن يأخذون من سمومها ليستعملوا بعض الأدوية والترياقات، ويوجد فيها مصالح أخرى والله أعلم، علماء الطبيعة يعرفون ذلك. ولكن إذا كثرت الأفاعي أيضا مشكلة، فيسلط الله بعض الطيور على الأفاعي تهبط إلى الأرض وتأخذها فتأكلها. وهكذا كل شيء خلقه الله بمقدار بميزان بحيث يحقق المصلحة للإنسان. فالأرض من كل الدواب، حتى ما يدب من أنواع الحي والمخلوقات التي لا تراها العين. ثبت في التجارب أن في التربة أنواع من الحيوانات المخلوقات الصغيرة تشبه بالميكروبات أو الجراثيم، هذه تتغذى بغذاء معين ثم تموت، فتصبح هذه المخلوقات يعني سائغة ليمتصها النبات والشجر فيتغذى منها جل جلال الله. كلما اطلعوا على علوم يشعرون بأن الله سبحانه وتعالى سخر لهم كائنات ما كانت بالحسبان. فربنا سبحانه وتعالى يقول وبث فيها من كل دابة، نشر فيها من كل ما يدب على الأرض ويتحرك، مما خلق الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة وبتوازن. والآية الرابعة الدليل الرابع على قدرة الله تبارك وتعالى وتهيئته لك يا إنسان ما يحقق سعادتك، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزل الله من السحاب، السماء يعني السحاب كل ما علاك فهو سماك، أنزل من السحاب ماء مطرا أنبت لكم من الأرض من كل صنف، من أصناف الأعشاب والزروع والأشجار والثمار، كل هذا كريم يعني نافع فاضل لكم ولمصالحكم. وربنا تبارك وتعالى عندما قال من كل زوج كريم، زوج قال، بيّن أن الإزدواج في النبات أيضا موجود كالإزدواج في الحيوان والإنسان، وهذا ما كان يعرفه قبل اكتشاف علماء النبات في تجاربهم، أن في النباتات أيضا ذكر وأنثى، منها في زهرة واحدة تتلقح، ومنها في زهرة زهرتين، ومنها في شجرتين، شجرة فيها أعضاء مذكرة وشجرة فيها أعضاء مؤنثة، بالهواء تنتقل غبار الطلع من هذه إلى هذه فتنعقد الثمار ويستفيد الإنسان والحيوان. هذا خلق الله، هكذا ربنا يقول، هذا خلق الله، هذا الذي ترونه أيها المشركون بالله الذين تطيعون غير الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، غيره من المعبودات، من فرعون
الخنزير ومن غيره من الفراعنة الذين يتفرعنون في الأرض وسووا الانقلابات على المسلمين وعلى الناس حتى يتسلطوا عليهم، ومن ورائهم الكفار في الشرق والغرب، ومن وراء ورائهم اليهود. هؤلاء الذين تطيعونهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا في السماوات، ما الذي يجعلكم تطيعونهم؟ تحققون مصالح معينة على حساب التسلط على عباد الله وعلى حساب الإفساد في الأرض. هذا هو الظلم بعينه، وهذا هو الشرك بعينه. ولذلك ختم الله الآيات بقوله بل الظالمون، بل إضراب، إضراب عما سبق، بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين، في ضلال بين واضح، والعياذ بالله تعالى، يعني ضياع على الحق، تركوا الحق، والحق هو ما أنزله الله خالق الكائنات، واتبعوا مخلوق لا يضر ولا ينفع، وسيرون ظلمهم لأنفسهم قبل ظلمهم لغيرهم الذي أفسدوا فيه الأرض عندما يأتي ملك الموت، عندما يأتي ملك الموت ولا يجدون ملائكة الرحمة، إنما تأتي ملائكة العذاب فتقبض أرواحهم، ويرون أن الله هو الحق المبين. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.